لقد شهدنا أثر تباطؤ الاقتصاد وذلك على الطلب على الطاقة، وهو تباطؤ الطلب في ظل سوق بها معروض كافي. وأعتقد أنه في مرحلة ما كان من المتوقع تصحيح الأسعار، حيث أن الأسواق بها معروض كافي أمام تباطؤ نمو الطلب. لقد شهدنا ذلك ينعكس على أسعار النفط الخام بصفة خاصة. وبالنسبة لتأثير كل ذلك على عملنا، فعندما نقوم باستثماراتنا ونضع خطط أعمالنا، نقوم بكل ذلك على أساس عدم التباطؤ بالأسعار، وقطعا أعمالنا تقوم على أساس ظروف متذبذبة جدا للسوق. لكن عملنا سيستمر قويا وسيتيح لنا ذلك تمويل برامجنا الاستثمارية، ولا نتوقع أي أثر طويل المدى. فيما يتعلق ببرنامج كابليكس، وبما أنه يمكنك تقديم بعض التوقعات الخاصة بالمصروفات المالية، أنت لا تتوقع أي تعطيل بسبب المناخ الاقتصادي الحالي؟ جميع برامجنا الاستثمارية لا تزال كما هي، وفي العام الماضي قمنا بالاستثمار عند مستويات قياسية وصلت إلى 37 مليار دولار، ونتوقع أن نستثمر بنفس المعدل هذا العام، ونتوقع الاستثمار بنفس هذه المعدلات للأعوام القادمة. وقطعا علينا التخطيط على المدى الطويل واختبار أسواقنا أمام التنوع الكبير في الأسواق الأخرى، ونتوقع نمو الأسعار لأن هذه الاستثمارات ينبغي وأن تظل قوية لفترة طويلة وفي دورة الأسعار، وهذا هو تاريخ صناعتنا.